السلام عليكم. محاضرتنا بعنوان ريفت جوينت، الربط بواسطة البرشام. طبعا الريفت جوينت هي مثل المسامير، هذه المسامير تكون متكونة مثل ما نلاحظ من الهيد والشانك أو البادي والتيل الذيل. فعندنا هذول المسمار أو البرشام يستخدم لربط دائم أو مؤقت بين الألواح، خصوصا بالأعمال الإنشائية، بناء السفن، الجسور، في البويلر وإلى آخره من التطبيقات ممكن استخدامها. طرق التثبيت للريفت، طبعا احنا اللي يتم الربط بواسطة الريفت لازم انه يتمتع بقوة سترينث وتايتنس حتى يتم انه يكون محكم الاستخدام ومثبت جيد وغير قابل للفشل، حيث انه السترينث معناها يكون ربط قوي يمنع الفشل، والتايتنس انه يشارك ب ايضا السترينث كمقاومة ليمنع التسريب بالغازات والسوائل. طبعا الريفت اما يكون يتم تصنيعه على البارد او على الحار. نلاحظ هنا بالشكل اللي أمامنا، هنا قبل تثبيت الريفت هنا الجزء القالب المثبت عليه، ولكن هنا بعد التثبيت يصبح بهذا الشكل. طبعا ملاحظة مهمة انه لازم المكان اللي يثبت فيه الريفت يعني الجزء هذا اللي يكون مثبت فيه الريفت يكون اكبر من عنده بالقطر بنسبة 1.5 ملم. قد تصل هذه الريفت انه الستيل ريفت الى انه يصل قطرها الى 12 ملم، ويتم استخدامها هذه للتثبيت على البارد، بينما الاقطار الكبيره اللي اكثر من هذا القطر تستخدم بالتثبيت على الحار. المواد المصنعه للريفت يتم استخدام الستيل، لو كربون ستيل او نيكل ستيل، براس، الومنيوم، لانه هذه تكون تاف اون دكتايل. والمسامير الفولاذية الستيل ريفت ممكن استخدامها بشكل تمنع محكمة لعدم التسريب السوائل والغازات خصوصا في البويلر. Types of rivet joint، طبعا عندنا عدة أنواع من الريفت جوينت. أول نوع هو اللاب جوينت، مثل ما تلاحظون أمامنا أنه هذا القطعة مثبتة مع القطعة الثانية تثبيتها معا عن طريق الريفت. الشكل اي هنا اللي عندنا نلاحظها تتوزع بشكل سنجل عمودي، هنا الريفت يكون بشكل منفرد. السنتر بين سنتر وسنتر للريفت تسمى البيتش، الخطوة هذه تكون بهذا الاتجاه. لاحظ هنا عندنا صفين من الريفت، فيكون يسمى الدبل ريفت. البيتش مالتهم راح تكون من هذا السنتر الى هذا السنتر، البي بي باك بيتش اسمها، بينما هنا راح تكون البيتش بشكل قطري. ليش؟ لانه التعرج اللي محطوط بال الريفت يسموه زجزاج، فيكون حساب الدايجنال بيتش عن طريق هذا السنتر، من النقطة من مركز الريفت هذا إلى مركز الريفت الثاني. عندنا الام اللي مثل ما موضحة هنا أمامنا، شو تمثل هاي المسافة بين مركز الريفت والحافة الخارجية، أقرب حافة خارجية إلها، أقرب حافة خارجية إلها، ما أقدر أخذ هاي، لا هاي أقرب، ولا أخذ هاي، هاي أقرب إلها. النوع الثاني اللي عندنا بوت جوينت، البوت جوينت يختلف عن النوع السابق اللاب جوينت، إنه هناك القطع تكون قطعة فوق الأخرى، لكن هنا تكون القطع متوازية وتكون على خط واحد. وعندنا من عنده نوعين، اما استخدام السنجل ستراب بات جوينت او الدبل ستراب بات جوينت. السنجل اللي هو انه تكون هذه الحواف تكون متقاربة مع بعضها البعض وتكون على جانب واحد، بينما الدبل تكون على جانبين مزدوجة ويتم تثبيتها عن طريق الريفت.
طبعا هنا نلاحظ ظهر عندنا الثيكنس، هنا راح نستخدمه ايضا في الحسابات، الثيكنس للقطع المراد تثبيتها. وعندنا T1 وT2 ايضا موجود للحسابات مثل ما نلاحظ بالرسم. اذا كان السيجنال فتكون مرتبة بشكل مثل ما هذا الشكل اللي أمامنا، أما إذا كانت دبل فيكون الخطوة مالتها البي باج، قلنا نحسبها بين السنتر للريفت بين اثنين. وهنا إذا كان متعرجة فزجزاج فتكون دايجنال للبيتش، يتم حسابها. عندنا لتصميم الريفت بشكل صحيح حتى نمنع الفشل به يجب أن ننتبه إلى بعض الأمور. أول شيء tearing of plate at an edge، التمزق اللي يحصل عند حافة البلايت، هذا التمزق ممكن انه نتجنبه اذا تم تصميم الام 1.5 من القيمة الدي، والدي هي تمثل قطر الريفت هول. هنا يحصل الفشل اذا كانت ان الجزء الثاني اللي هو tearing of plate across the raw rivet اللي يحدث عبر الريفت نفسه، الفشل او التمزق، هذا التمزق يكون عمودي او عبر هذا الريفت اللي راح نستخدمه هنا حسب هذا الرسم. القوانين اللي راح نستخدمها عندنا البي للتي اللي هو التيرينج ريزيستنس اللي مقاومة التمزق، اللي هي المساحة، هي يعني قوة المساحة في السيجما للتي. عندنا المساحة هي البي ناقصا الدي في الثيكنس، البي هي البيتش اوف ريفت، والدي هي القطر للريفت هول، والتي هي الثيكنس للبلايت، والسيجما تي هي التنسايل ستريس المسموح بها. دائما يجب ان تكون قيمة البي تي اقل من قيمة البي، لانه اذا كانت اكبر معناها راح يحصل الفشل. شيرينج للريفت، عندما السحب باتجاهين متعاكسين يحدث الشير القص، فتكون غير قادرة هذه الأجزاء على مقاومة الإجهاد المسلط عليها اللي هو إجهاد القص. فحتى يتم حساب ال بي للشير عند هذه النقطة نستخدم المعادلات التالية اللي هي عندنا البي للأس اللي هي الشير ان في الباي على 4 في دي تربيع في التاو اللي هي الشير، هاي في حالة السيجنال سينجل شير، اذا كان منفرد عندنا الباي على 4 في دي تربيع هي هاي المساحة، الان هي عدد الريفت في كل صف. عندنا الشير قلنا اللي راح يكون الاجهاد الاجهاد القص المسلط عليه. في حال انه كان عندنا دبل شير فنضربها في 2 القيمة. بعض الاحيان يستخدمون اقل من 2، يستخدمون 1.875، ليش؟ لانه لكي يزيدوا من عامل الامان في التصميم، لكن احنا بالامتحان اذا ما مكتوبة بنستخدمها 2، اذا اعطيناك اياها اقل من هذا الرقم فتستخدم القيمة اللي معطى بالسؤال. عندنا النقطة الرابعة crushing of the plate or rivet، crushing اللي هو السحق، هاي المنطقة المظللة راح طبعا هذه تحت واقعة تحت ضغط وشد ويتم سحقها بحيث ممكن انه يتغير شكلها الى شكل بيضوي، وبالتالي فانها تفشل. فحتى الرفت يكون ممكن حسابه بهذه الطريقة نستخدم القيمة بي للسي، السي هو الكراشينج، هي قيمتها ان في الدي في التي في السيجما للسي. البي للسي هي الكراشينج ريزيستنس المقاومة السحق، والان هي عدد الريفت في كل خطوة، والدي هي الدايمتر للريفت هول، والتي هي الثيكنس للبلايت، والسيجما سي هي الكراشينج ستريس للبلايت والريفت. طبعا نقدر نحسبها حسب اللي ينطينا اياها، راح نحصل بالتالي على 3 قيم للمقاومة بي سي وبي اس وبي تي،
احنا بي سي هاي طلعناها وبي اس بالسابق وبي تي، حتى نعرف قيمة، حتى نعرف هل راح يفشل الريبت ام لا من هذول الثلاث قيم اللي راح نستخدمهن. عندنا شيء اخر مهم وهو الافيشنسي اوف ريفيتد جوينت، كفاءة الربط هل هو كفو ام لا. كيف يتم حسابها؟ يتم حسابها عن طريق الريفيت جوينت الافيشنسي مالته. احنا لازم نحسب، سترينث اوف ريفيتد جوينت. سترينث اوف ريفيتد جوينت اللي هي تتمثل بي تي بي اس او بي سي، اي وحدة راح نختارها لازم نحل كل وحدة على جهة حسب القانون اللي مالتها اللي نستخدمه، وتطلع لنا ثلاث قيم. اقل قيمة بينات هي اللي يتم استخدامها بهذا القانون، اقل قيمة بين التي اس والتي بين البي تي والبي اس والبي سب سي ناخذها هي اللي نستخدمها بقانون الافيشنسي. راح نقسمها على اليمين على السترينث اوف ان ريفيتد اور سوليد بليت، يعني لما يكون الريفيت سوليد مو مثقوب. فش راح نستخدم بي في التي في السيجما تي اللي هي هنا، البي هي البيتش اوف ريفيت والتي هي الثيكنس اوف بليت والسيجما تي هي التنسايل ستريس اللي المسموح بها. هنحل مثال حتى تتوضح أمامكم القوانين وتفهمون كيف يتم الحل. هذا المثال إنه دبل ريفت لاب جوينت عنده مصنوع من الثيك بليت، الثيكنس مالته 15 ملم والريفت دايميتر اند بيتش 25 ب75 ملم، وعندنا الالتيميت ستريس 400 ميجا باسكال في حالة الشد تنسايل و320 ميجا في حالة الشير و640 ميجا في حالة كراشينج. المطلوب find minimum force per pitch which will rupture the joint، هاي النقطة الأولى. If the above joint is subjected to load such as such that the factor of safety، عندما يكون الفاكتور اوف سيفتي 4، find out the actual stress الإجهادات الفعلية develop in the plate and the rivet. إذا عندنا مطلوبين، الأول إنه نوجد القوة الدنيا للمسلطة على الربط هذا والإجهادات الفعلية. أول شيء راح نبدي نحل معلومات التي الثيكنس 15، الدايميتر 25، البيتش 75، الألتيميت تنسايل 400 ميجا باسكال اللي هي 400 نيوتن على المليمتر المربع، الالتيميت شير اللي هي 320، الالتيميت كراشينج 640. نجي اول شيء نريد احنا المينيمم فورس، بما انه كليتها الالتيميت فراح ناخذ احنا القيمه اللي تطلع لنا ايضا التيميت للقوه. فالبي المن تي لليو، التي اللي هي قلنا تيرينج للالتيميت، القانون هو بي ناقص دي في التي مضروبه في السيجما التيميت للتنسايل. 75 موجوده عندنا هيئتها البي ناقص 25 الدي مضروبه في الثيكنس 15 في 400 في حاله الشد تنشن، طلعنا قيمه البي سب تيو 300 ألف نيوتن. الألتيميت شيرينج ستريس نجي نطبق قانونها N في باي على 4 في دي تربيع في الشير على للألتيميت، ال N هي 2 اعتبرناها، طبعا هاي نسيت أذكر لكم إياها، ال N هي 2 باي على 4 القطر 25 ملم تربيع في الشير ايش قد عندنا 320 نيوتن على المليمتر المربع، تطلع قيمة ال بي صب اس يو هي 314200 نيوتن. بقى عندنا الكراشينج ريزيستنت اللي هي عن طريق هذا القانون، ال ان في الدي في التي في السيجما صب سي يو 2 في 25 في 15 في 640 قيمة السيجما سي يو
تطلع قيمة البي سي يو هي 480 ألف نيوتن. أي وحدة من عدهن هي الملائمة اللي نستخدمها بالتصميم؟ أقل وحدة اللي هي 300 ألف نيوتن، يعني 300 كيلو نيوتن. أول مطلوب حسب المثال. نجي على المطلوب الثاني اللي هو يريد الـ actual stress للـ plate and the rivet. بما أنه إحنا منطينا factor of safety 4 وعندنا المقاومة للload للـ pitch rivet والـ plate هي استخدمناها 300 ألف نيوتن، فراح نستخدمها تقسيم 4 يطلع لنا 75 ألف نيوتن. هذا السيف لود، هذا السيف لود اللي راح نستخدمه. هسه ايش راح نجي نسوي؟ راح نجي نطلع السيجما تي اي، يعني السيجما التنسايل الاكتوال تنسايل، الاكتوال شير والاكتوال كراشينج، عن طريق شنو؟ استخدام اللود اللي هو 75 ألف نيوتن. راح نجي نعيد نفس القوانين اللي نعرفها، السيجما البي تي اي راح تكون 75 ألف بي ناقصا دي في التي في السيجما تي. السيجما تي للأي هي تكون المجهولة، راح نطلعها باستخدام قيمة 75 ألف اللي أوجدناها في البداية. تطلع قيمة السيجما تي للأي، يعني السيجما الأكتوال تنسايل اللي هو العفو الأكتوال تيرينج مو تنسايل، الأكتوال تيرينج هي 100 ميجا باسكال. نجي راح نحسب الأكتوال شيرينج ريسيستنس نفس القانون السابق البي للأس أي، ولكن نستخدم 75 ألف لي بدالها، نحسب قيمة الشير الأكتوال الموجود عندنا، فتطلع قيمة الشير 76.4 ميجا باسكال. عندنا آخر شيء الأكتوال كراشينج، حتى نحسبها أيضا قانون البي سي أي اللي هو الـ N في الـ D في الـ T في الـ Sigma CA. الـ Sigma CA هي المجهولة، عندنا كل معلوم راح تظهر قيمة الـ Sigma CA هي 100 ميجا باسكال، وبهذا أوجدنا الإجهادات الفعلية للمسلطة على الـ Plate والـ Rivet. انتهى موضوعنا لهذا الأسبوع، إن شاء الله تكونون فاهمين، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار ممكن أن تسألون على الكلاس.